احلل هنا، قالوا لي برضه انت بتشرب مخدرات، وانا ما بشربش خالص مخدرات. وفي الطريق بيوقفوني ويحللوا لي انا هجيب مصاريف منين، وانا شغال في شركه حضرتك كل يوم اجيب فلوس منين ال 155 جنيه دول، فما ينفعش حد يفشل لنا حل الموضوع ده بعد اذنك. انا دلوقتي جاي اعمل كونسلت طبي في المجلس الطبي بتاع شبين، وما بشربش اي مكيفات نهائي ولا سجاير ولا معسل ولا اي حاجه، وطلعوا لي في التحليل انا بشرب مخدرات. النتيجه دي بقى عند مين؟ وجاي بكلمهم دلوقتي بيقولوا لي ما فيش حل، حدد العام الجديد وهتدفع الفلوس من جديد ورسوم من جديد تاني. وانا واحد سواق، فاللي معايا دلوقتي بيكفيني، ما ينفعش كل يومين اجي ادفع 155 و160 جنيه عشان اعمل تحليل ويطلع برضه ايجابي وانا بشرب اصلا وما بشربش.